FM. الكلمة ليك. وقفة بعض معنا أطراف المعارضة كان عندها تأثير وأحدث نوعا ما من الجدل داخل حتى الأحزاب اللي تقدمت بالمقترح هذا، لكن حتى شيء ما تحسم لأنه شعبين مش ممكن يعني تمرير هذا المقترح، خاصة أنه جاء في آخر لحظة ما دوردش لا في مشروع الحكومة ولا في عمل اللجنة، وكأنه يقالك على جثثنا البارح في التصريح. نعم يعني وكأنه هل المشروع هذا ما حبوش يحدثوا حوله جدل كبير وجابوه في آخر لحظة والنوايا ما كانتش طيبة. نعم ما كانتش سليمة كما قلت، لا تطرح في مشروع الحكومة ولا في جدل تو عنده شهرين ولا أكثر في لجنة التشريع العام، يطرح يوم يعني أمس خلال مستوى لجنة التوافق. نعم نعم. بالنسبة للأسماء أنا ما عنديش تحفظ على الأسماء، وأي شخص معناها تتوفر فيه الشروط متاع الحكمة متاع السن متاع التجربة في المجال القانوني أو العشرين سنة. نعم تجربة العشرين سنة فهذا ينجم يفيد، ولكن إذا كان منتمي الحزب سياسي أمس بركة يدافع على حزبه على مواقف حزبه غالطة وإلا صحيحة ويلوي يعني عنق القوانين ويلوي عنق المنطق باش يقنع الناس بموقف غير معناها مقبول أو غير منطقي، فأنه صعيب عليه أنه في ساعة يتخلص من هالجبة هذه. وعندنا أمثلة كابا فان الكلمة ليك.